بدأت بالفعل امتحانات مسابقة الدخول إلى مستوى التعليم الثانوي الفني بشقيه التجاري والصناعي دورة يونيو 2018، وذلك بكافة الأراضي الوطنية. وعليه فقد أطلق مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة الدقوع عقوبة عملية الامتحانات في كل من ثانوية التعليم الفني الصناعي والثانوية الفنية التجارية. وبهذه المناسبة فقد تحدث مندوب التربية الوطنية والشباب والرياضة بمدينة أنجمينة دونغوس أبراي عن أهمية التعليم الفني والدور الذي يلعبه خريجو هذه المدارس المهنية في المجتمع، طالبا من المترشحين التركيز التام والهدوء في داخل الصلاة واحترام ضوابط الامتحانات من أجل تسييرها بالصورة المطلوبة. مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة الدقوع عقوبة بعيد إطلاقه للامتحانات صرح لصحافة بالتالي: الأنسيما التكنيك ده عندها يعني فائدة كبيرة للبلد، عندها فائدة كبيرة للأولاد، لأنه لو واحد مرق من المدرسة بقدر يشتغل على طول. المدرسين سووا كل جهدهم ولكم كل أولاد كل جهدها عشان يقول لنا هل لأولادنا عملوا الامتحانات. وننوه إلى أن عدد التلاميذ الذين جلسوا لامتحانات مسابقة الدخول إلى مستوى التعليم الثانوي الفني بمدينة أنجمينة هذا العام يصل عددهم إلى 1067 مترشحا، 829 من البنين و238 من البنات بكل القسمين العربي والفرنسي، وتستمر الامتحانات ليوم كامل.